هنتابع مع حضراتكم دلوقتي لقاء على هامش قمة المنامة مع السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، أجراه زميلنا موفد القناة الأولى محمد عبد الله. معالي السفير، نتحدث عن الجهد المصري في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية والتوترات الحاصلة على الحدود المصرية في رفح المصرية. كيف فندم ستتعامل القمة العربية 33 مع هذا الأمر؟ هناك موقف واضح من القمة ستطلعون عليه يوم الخميس إن شاء الله، موقف واضح في رفض وإدانة كل التحركات التي قامت بها إسرائيل في موضوع رفح. وأعتقد أنه يعني من المهم أن يلتفت الجانب الآخر إلى ما تقوله مصر وما يقوله العرب في هذا الموضوع، لأنه هذا موضوع ممكن يكون له تبعات سلبية كبيرة على الاستقرار في المنطقة. فندم، هل مبادرة السلام العربية لا تزال قائمة ويتمسك بها العرب في التعامل مع ملف القضية الفلسطينية؟ مبادرة السلام العربية قائمة وموجودة على الطاولة ولم تتغير ولم تتبدل ولم تسحب، هي مبادرة عربية وموجودة ونحن راضون عنها والدول العربية راضية عنها، وهي تحرج الجانب الآخر لأنها تظهر بمظهر الرافض للسلام وغير القادر على أنه يتعاون ويتعامل بشكل جدي مع الطرح العربي في السلام، فبالتالي من المصلحة بقائها كما هي. كيف ستتعاملون مع تطلعات الشارع العربي للخروج بقرارات تتعامل مع الأزمات العربية؟ الشارع العربي له طموحات كبرى دائما، لا نلوم عليها، لا نلوم عليها، بالعكس متفهمة، ولكن دائما نشرح حدود المعقول وحدود الممكن الذي يمكن للقادة ان هم يتخذوا من قرارات حتى يوازنوا ما بين المصالح العربية في مجملها ومساعدتهم لهذه القضية او تلك من ناحية تانية. فهي مسائل دقيقة جدا تحتاج وتوازنات دقيقة جدا، نثق أن النخب العربية تفهمها، نتمنى أنها تفهمها بالشكل المضبوط، وهي يعني مسألة حقيقة يعني معضلة دائما تواجه متخذ القرار العربي ما بين طموحات الرأي العام وما بين ضرورات السياسة والواقعية السياسية.